الفكرة هذه عندها تقريبا 11 سنة اللي جاتني هي كانت فكرة كنت ندير في واحد البحث على الأغذية في القرآن. من بعد انتبهت أنه شجرة النخيل شجرة مباركة مذكورة بزاف في القرآن، دونك جاتني ليدي باش نبحث. ومن بعد مع البحث ديكوفريت أنه في لو بارمي في النخلة كاين وايد وضاط غير مستفاد به، ماذا بينا كيفاش من الناحية الاقتصادية. فكرة بعد تجي فكرة ولا صباح اليوم بروجي الحمد لله. بالطبع هي المادة الرئيسية تاعنا هي زيت نواة التمر، هذا نواة التمر اللي نستخلصوه بطريقة وبآلية علمية جدا وبمعدات جد متطورة جدا بآخر تكنولوجيا في استخلاص هذا النوع من الزيوت. نستخرج زيت نواة التمر الخام، هذا الزيت اللي هو موجه بالضرورة لثلاث قطاعات مهمة، هي قطاع صناعة مواد التجميل، وقطاع صناعة الصيدلانية وشبه صيدلانية، وصناعة الغذائية لاغرو اليمونتير. هو انه زيت طبيعي 100%، وطريقة الاستخلاص تعتبر من انبل الطرق لاستخلاص المواد هذه. مشروع صديق للبيئة بالطبع ويخدم الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى. الهدف تاعنا بالطبع هو تصدير 100%، يعني تصدير محض، والان راه في دراسه للاسواق ان شاء الله باش نبدا في التصدير في هذه المده ان شاء الله.